إن منظمتنا التي أنشئت في أعقاب مأساة بشرية رهيبة لا يزال أدوارها وأداؤها محل تباين بين نجاح وإخفاق في ظل تحديات دولية متعددة ومتزايدة أبرزت الكثير من الاختلالات في النظام الدولي لا سيما في ظل الظروف الصحية الراهنة، يجعلنا نؤكد مجدداً على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل لمنظمتنا لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها. وتجدد الجزائر بهذا الخصوص تمسكها بموقف الاتحاد الإفريقي وفق توافق إعلان سيرت، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حلول سريعة من خلال المفاوضات الحكومية بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة.